فاز مشروع بوابة البحرين للبيانات المفتوحة بجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن فئة أفضل مبادرة للبيانات المفتوحة. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال النسخة الثانية من ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد تحت شعار مستقبلنا الآن، والذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض. وللحديث أكثر عن هذه الجائزة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. مرحبا بك معنا في نشرة الثالثة أستاذ محمد، ونبارك لكم الفوز بهذه الجائزة، ونود أن تحدثنا عن أهمية هذه الجائزة بالإضافة إلى العوامل التي ساهمت في تحقيقكم لهذا الإنجاز. مساكم الله بالخير سادة المشاهدين، الله يبارك فيك أخوي، وشكرين لكم الاستضافة. مثل ما نعرف طبعا المنصة تم إطلاقها مؤخرا، يمكن تجريبيا في الصيف، ومؤخرا قبل تقريبا شهر من قبل معالي وزير الداخلية. ويعني لا شك ان احنا ايضا يعني نهنئ القياده، توجيهات القياده الرشيده والحكومه الموقره واهتمامها الكبير بالبيانات، وايضا بالتطور التقني كان لها دور كبير جدا في الفوز بهذه الجائزه. نعم. الجائزه طبعا تعد من الجوائز المهمه جدا على مستوى دول الخليج. الفكره كانت بحرينيه يعني في 2008، وبدات في النسخه الاولى في 2009 في عمان، ثم الكويت والامارات والبحرين. وبعد فتره انقطاع يعني عادت للانعقاد في السعوديه، في المملكه العربيه السعوديه. بعد الحقيقه تحول شامل وكبير جدا على مستوى يعني مئات المشاريع المتميزه في دول الخليج، في اهتمام كبير في كل دول الخليج بالمشاريع التقنيه. نعم. ففوز يعني هذه المنصه بالرغم من حداثتها وربما دول اخرى سبقت مملكه البحرين بمنصات قويه، دليل على يعني جوده هذه المنصه وقوتها كم المعلومات الموجود، وايضا سهوله استخدامها للمستخدم والفوائد اللي تقدمها في منافسه يعني مشاريع ربما لها باع ولها مده اطول في الاطلاق. وايضا يعني فوز او وصول ثلاث مشاريع تقنيه بحرينيه في ست فئات الى المراحل النهائيه وحصولها على جوائز التميز ايضا دليل على ما وصلت له مملكه البحرين في هذا الجانب. نعم أستاذ محمد، نود أن نتطرق للحديث عن هذا المشروع، مشروع بوابة البحرين للبيانات المفتوحة. كيف أسهم في تعزيز الشفافية وتشجيع المشاركة الإلكترونية؟ طبعا البيانات تعتبر مهمة جدا، ويطلق عليها البعض يعني النفط المستقبلي. نعم. البيانات ممكن المستثمرين يعني يكون فيها استثمارات، فيها شركات تنشأ باستخدام البيانات، فمهمة الحكومات أن هي توفر هذه المعلومات بشفافية وبشكل سهل ومتاح للجميع. مهمة لمتخذي القرار لاتخاذ قرارات مناسبة، مهمة للمستثمرين حتى هو يعرف وين يفتح استثماراته ويوجه استثماراته، مهمة للباحثين والجامعات، مهمة أيضا للمواطن للسائح حتى ياخذ قراراته الشخصيه في يعني ترفيهها او في حتى اختياراته بالنسبه للغذاء او غيرها او ممارساته اليوميه. نعم. لذلك وجود المعلومات يعني بشكل سهل، احنا اليوم عندنا مميزات كثيره. المنصه هذه تعطيك ربط مع انظمه خارجيه من خلال اي بي اي، ممكن تربطها باي نظام اخر وتستخدم المعلومه ب يعني بيع منتج او عمل مشاريع اضافيه من خلال المعلومات المتاحة. أيضا تضم خاصية تحميل وتخزين البيانات أو أيضا طباعتها أو عرضها بشكل يعني جراف أو حتى الدخول عليها من خلال الخارطة التفاعلية، يمكن هذه أيضا ميزات كبيرة جدا. فبشكل سهل ممكن خارطة التفاعلية ممكن التفاعل معها. تضم طبعا أكثر من 387 قاعدة بيانات منشورة من خلال أكثر من 2 مليون سجل، توفرها أكثر من 34 جهة. واحب طبعا في هذا الجانب ان انا اشكر هذه الجهات، لان دورهم كان كبير جدا في فوز مملكه البحرين. استخدام الناس في خلال فتره قصيره جدا، دخول فتره تجريبيه كان 50 دوله، اليوم طبعا اكثر دول العالم دخلت على المنصه، 23 ألف مره تم تحميلها بصيغ مختلفه او الدخول عليها باكثر من 1 مليون مره من خلال الموقع نفسه. هذه يدل على يعني فعلا أهمية الموقع والبوابة وما تسهم فيه مع مختلف المستفيدين بأنهم يعني يستفيدون منها في قراراتهم أو في استثماراتهم.
نعم السيد محمد علي القائد، نبارك لكم هذا الفوز مرة أخرى وشكرا جزيلا لك.